الفوجو، الملقب سمك الكوكب أو سمك البالون لأنه ينتفخ بالماء عند اقتراب الخطر. الفوجو اليوم هو سمك مهدد بالانقراض بسبب الصيد المفرط والاستغلال الغير مقنن. يقدر البعض أن في الحياة الطبيعية انخفض عددها عالميا بنسبة 100% في 40 سنة فقط. الفوجو مطلوب كثيرا بسبب لحمه، خاصة في تايوان واليابان وبولونيزيا. إعداد يحتاج إلى احتياطات لأن السمكة تفرز نوعا من السم تيتروتوكسين، سم خطير جدا ليس له شفاء. التسمم سريع وخطير، يسبب الموت بتوقف تنفس في ساعات قليلة. في اليابان حيث يستهلك في وجبة السوشي، يتسبب فوجو في وفاة حوالي 20 شخصا سنويا.